هذا المستوى في هذا التاريخ الكبير أيها الحصاد. لطالما حصد الرموز، لطالما حصد الإنجازات، بنادر على أرضيات الميادين الخليجية يحلل لنا حضور تاريخ التي تباعد ما بينها وما بين بقية الأسماء. صبا والربيعان قادمون بأمان، أبناء القصيم ومنطقة القصيم، أبناء تبوك الورد حاضرين على المركز الثالث. أحمد بن سالم البلوي يقدم لنا انطلاقة صبا وحضورها. ولكن يا اخواني، يا اخواني، الحصاد الرمز مع الحصاد حتى هذه اللحظة إن لم يكن للذهبي كلام آخر. على المركز الثاني تقدم مع سلام، والقادمة في هذه اللحظات الواصلة الرعب محمد بن صالح بن سالم الكربي. وصلوا أبناء نجران، رعب مع أبناء نجران، أيما رعب. كما ذكر جابر لا يحصل إلا في دار السينما. رعب ونجران، أبناء نجران، يا سلامي على هذا التنافس الكبير في رياضتنا العريقة، في رياضتنا التاريخية. الكل يجتمع من كل حدب وصاب من أجل النوماس، من أجل الرمز. نجران، 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 يا مصعبهم نهار الهية، يا مصعبهم نهار الهية. نجران وأبناء نجران خطيرين دائما بالرموز، بالرموز في هذه المملكة وفي دول الخليج. يتقدم الكربي، يتقدم الكربي، اكرب حزامك، اكرب حزامك، انت مع رعب، انت مع رعب، والرعب مع رعب، مع رعب. سلام نجران، سلام، سلام نجران، سلام، سلام نجران، سلام، سلام لأبناء الحد الجنوبي، سلام في نجران، سلام رعب، سلام. مشكور يا الكربي، مشكور محمد بن صالح بن سالم الكربي مع رعب. سلام نجران، سلام. المركز الثاني وصل الحصاد، من قدم لنا تاريخ سليمان برويشد الجني. نعم مع المركز الثاني هناك، ونعم انطلاقات المركز الثاني هناك، شعار برويشد حضر مع المركز الثاني هناك مع العنود، بينما المركز الثالث وصول شعار احمد بن سالم بن حمدان البلوي مع سلام. المركز الرابع شعار